بالنسبة لأهداف منصة قيم كانت بسبب هدف رئيسي، وهو زيادة الوعي الأهالي عن المحتوى الذي يتعرض له لأبنائهم أثناء اللعب. كان الدافع وراءها هو دراسة عملناها عن الساعات اللي يقضيها اللاعبين أمام الشاشة، بالذات اللعب. كان اللعب هو أكثر نال النصيب الأكبر من الساعات اللي يقضيها اللاعبين أسبوعياً، وما هو المحتوى الذي يتعرض له اللاعب بالذات صغير السن، لا علم للأهالي عنه. فكانت منصة قيم هي منصة لتقييم محتوى الألعاب الإلكترونية. نعم، كيف يمكن يعني أنا يعني اللي فهمته أنه هنا في أبليكيشن يتم تحميله، ليس كذلك أستاذة ديما؟ صح، هو الحين في المرحلة الحالية هو عبارة عن موقع، الموقع في معلومات تخص المربين، أولها تحليل الألعاب الأكثر انتشارا في المرحلة الحالية، ما هي القيم التي تنتهك داخل هذه الألعاب، القيم التي تمثلنا إحنا كمجتمع سعودي، وبالتالي توضيحها للأهالي بشكل مبسط. والمرحلة الثانية من المنصة هي رسائل كيف يوصل الأهالي لأبنائهم هذه المخالفات ويتحدثون عنها ويوضحون مدى تأثيرها عليهم، ونصائح عامة عن كيفية قضاء وقت أمثل مع الأبناء في إثراء معلوماتهم وإثراء الجوانب الشخصية فيهم. ما هو دور المختصين التربويين أستاذة ديما، وأيضا يعني المشاركين في هذه المنصة؟ دورهم كبير، هم الأساس، حيث أن المختصين التربويين يبدأ دورهم من وضع الإطار والمعيار العام لتحليل الألعاب نفسها، بمعنى هو كيف نعرف المخالفة كمخالفة، وما هو التأثير السلبي لها أو الإيجابي، وكيف نحدد الإطار العام لرصد هذه المخالفات. والمرحلة اللي بعدها اختيار الألعاب، وما يليها من تحكيم المخالفة. فبعد ما يلعبون لاعبين معينين مراحل اللعبة كاملة ويحددون مخالفات قد تكون منافية للقيم، دور المختص التربوي في تحكيم هذه المخالفة ومدى تقييم مدى ضررها وإعطاء العلامة اللازمة للعبة. وكذلك في إعداد الأبحاث عن تأثير الألعاب فيما بعد وكيفية إيصال الرسائل. فالمختصين التربويين والنفسيين يعني جزء أساسي في بناء المنظومة المتكاملة اللي قدمناها. جميل، متى سيتم الانتقال للمرحلة الثانية أستاذة ديما؟ خلال إن شاء الله الربع الثاني من 2020 يبدأ فتح المجال للأهالي في إبداء آرائهم تجاه بعض الألعاب. نعم. ويتم إظهار الآراء هذه للعموم بحيث تكون منصة تفاعلية وتغذيتها من اللاعبين. فنتمنى أن على هذاك الوقت بإذن الله بيكون متاح للاعب نفسه إبراز مخالفة معينة قد تكون غفل عنها المقيمين واللاعبين من طرفنا، فبالتالي نفتح المشاركة للجميع في توعية المجتمع. جميل، أشكرك شكر جزيل أستاذة ديما آل الشيخ، المديرة التنفيذي لمسك القيم.